لو انت بتشوف الفيديو ده لاول مرة، فانت اول مرة تدخل القناة عندي، فاول حاجة هطلبها منك ان انت تعمل سبسكرايب للقناة، تعمل اشتراك في القناة وتتابع معانا. هنقول لك ايه، من زمان كان عندي حلم ابتدى من 4 سنين. فاول كاميرا جبتها كنت بحب ارسم ضحك على وشوش الناس حتى لو بكاميرا الموبايل، ودايما بيسألوني هو انت ليه بتضحك وانت بتصور، ويكون ردي عشان بفرح، يعني سبب في ضحكتك اكيد. مع بعض كده هكون معاك وانا بصور، وكمان وانا بعمل اديت على الصور اللي انا بصورها، وكمان هنبقى معاكم خلف الكواليس او behind the scenes، وازاي نتعلم مع بعض اساسيات التصوير وازاي تبقى مصور كويس حتى لو بتصور للهواية بس. انا عمر شريف، انا فوتوغرافر ويدنج وفاشن وبيرسونال ترينر، وعايز عايزين بقى تعرفوا السبب اللي انا عملت الشانل دي ليه. انا عملت الشانل دي لان انا اتعلمت التصوير واتعلمت الرياضة عموما او الجيم في على اليوتيوب، بس معظم الفيديوهات بتبقى بالانجلش وبتبقى لناس كتير مختلفة عارفة ازاي توصل للمعلومة الصح. فانا ممكن من كتر ما انا اتفرجت على الفيديوز او من كتر ما انا خدت خبره في المجال في التصوير، بقالي 4 سنين بصور، وبرده في التريننج اتفرجت في فيديوز كتير جدا، يعني بالشهور كنت بتفرج بفيديوز، كانت ما في حاجه بتبقى في دماغي عايزه اتعلمها بتفرج على فيديوز على اليوتيوب. فكل الناس بره مصر بتتعلم اي حاجه عايزاها من على اليوتيوب، هنا في مصر مش كلنا عندنا ثقافه اليوتيوب، فهتلاقوا ان انا الحاجه اللي بعملها دي غريبه، بس انا مش هبقى خايف من ده او مكسوف من ده، لان انا مع الوقت انتوا هتفهموا اللي انا بساعدكم بوصل لكم الخبره بتاعتي او اللي انا اتعلمته في الشهور وفي سنين في فيديوهات معينه هنزلها. واخر حاجه اطلبها منكم، لو انتوا عايزين تشتركوا في القناه هنا تعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناه من تحت، وتعملوا لايك للفيديو. عايزين تسألوا أي سؤال ممكن تعملوا كومنت تحت وأنا هجاوب عليكم. لو عايزين أي فيديو معين لحركة معينة أو لسؤال معين أنا هجاوب عليكم في فيديو كامل لأي حاجة أنتوا عايزينها، وشكرا.